نظم بمسجد الحسن الحسين بالدائرة الرابعة، نظم أعضاء مشيخة الطريقة التجانية بالتعاون مع تجمع الشباب الصوفية مهرجانا دينيا ضمن سلسلة المهرجانات التي تنظمها المشيخة. تقرير محمد موسى الفيل. محمود موسى. ضمن سلسلة المهرجانات الدينية التي تنظمها مشيخة الطريقة التجانية بالتعاون مع تجمع الشباب الصوفية بالبلاد، جاء تنظيم المهرجان الديني هذه المرة بمسجد الحسن والحسين بحي شاوير بالدائرة الرابعة بأن جمينا. بدأ الحفل بآية من الذكر الحكيم من ترتيل الشيخ صالح مهاجر. عقب ذلك جاءت كلمة اللجنة المنظمة للمهرجان والتي قدمها الدكتور زين العابدين سليمان، مرحبا بالحضور مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات التي تعكس الواقع الحقيقي لمعرفة الطريقة التجانية وفق أسس ومناهج الصوفية. ولكن الطريقة التجانية هي اتباع السلوك المحمدي، وهي تلعب دورا هاما وكبيرا في الجانب الاجتماعي والسياسي والأخلاقي. وقد شهد الحفل عدة كلمات، من بينها كلمة الأمين العام لمشيخة الطريقة التجانية بالبلاد الشيخ إبراهيم عمر أنقاري، الذي أشار إلى دور الطريقة التجانية في توجيه وترشيد أتباعها والتحلي بالأخلاق الفاضلة وفق المنهج الرباني والمتمثلة في الأذكار المأخوذة من الكتاب والسنة. كما استمع الحضور إلى كلمة أخرى والتي جاءت بعنوان صفة الرحمة، وهي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قدمها الشيخ محمد المحد السنوسي أحد أتباع مشيخة الطريقة التجانية، داعيا الأغنياء والمسؤولين وزوي الأيادي الممدودة التحلي بهذه الصفة بأن يكونوا رحماء للفقراء والمساكين. هذا وقد تخللت المناسبة مجموعات من المدائح النبوية من قبل الفرق المشاركة، نالت رضا واستحسان الحضور.